السلام عليكم. في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز، دفع محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام بشدة عن حيادية البنك، فيما يبدو أنه رد غير مباشر على رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر الذي كان قد أكد في أحدث مقابلة تلفزيونية له عدم حيادية البنك المركزي لأنه يوجد في منطقة غير محايدة. وفي حين أكد نزاهة بن همام فإنه شدد في المقابل على أنه يتأثر بنفوذ وسيطرة الانقلابيين. كان لافتا في حديث بن همام لوكالة رويترز أنه يطلق النداء الأخير بشأن عجز البنك القريب عن دفع المرتبات تأثرا بالشح الكبير في السيولة النقدية نتيجة وجود نحو تريليون و300 مليار ريال خارج البنوك، ولهذا سارع إلى ابتكار الحلول التي من بين أهمها سرعة موافقة الحكومة على طباعة كمية من النقود واستئناف المؤسسات الدولية المانحة ضخ أموال المساعدات والقروض حتى تلك التي تتجه أصلا لصالح تأمين مظلة الضمان الاجتماعي وإنفاق الأموال على الفقراء بشكل مباشر. إذن اختلطت السياسة بشكل عميق بالرؤية الاقتصادية لبن همام في حديثه وفق المراقبين، خصوصا عندما عبر عن رفضه لمقترح نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة الذي قال إنه سيفتت البلد، وحين دافع عن مبلغ 25 مليار ريال الذي يذهب إلى وزارة الدفاع التابعة للانقلابيين ولم يعتبره دعما للمجهود الحربي. عن الوضع النقدي الخطير الذي تعيشه اليمن في ظل العجز الحالي عن توفير المرتبات وعجز البنك المركزي عن تأمين السيولة من العملة المحلية وعن دلالة التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي، نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. سوف نبدأ النقاش ولكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. محايد في بيئة غير محايدة، هو التوصيف الذي ينطبق حاليا على الوضع الشائك للبنك المركزي اليمني الذي تتهمه الحكومة بعدم الحياد. عندما خرج عبد الرب منصور هادي من صنعاء كانت هناك 4 مليار و200 مليون دولار أمريكي في خزينة البنك المركزي، بعد أن تحول شيئا فشيئا إلى صندوق كبير لسلطة الأمر الواقع في صنعاء. جادل محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام في أحدث ظهور إعلامي له حول حيادية البنك المركزي، وأكد أن مبلغ 25 مليار ريال التي تذهب إلى الفرع المتمرد من وزارة الدفاع لا تذهب لصالح المجهود الحربي للإنقلابيين، لكن المسؤول الأعلى لبن همام يفند هذه التأكيدات. ظهر بن همام وفقا للمراقبين كمنافح سياسي عن سلطة الأمر الواقع في صنعاء حين لم يحبذ مقترح الحكومة نقل عملية البنك المركزي من العاصمة بدواعي حرصه على عدم تفتيت البلد، وبدا كذلك أنه انصرف أكثر صوب المجتمع الدولي الذي دعاه الإنقاذ الاحتياطي النقدي المتهالك، دعوة فهم منها أن بن همام لم يعد يريد من الحكومة سوى الموافقة على طباعة النقود ليس أكثر. تجنب بن همام الحديث عما تبقى من الاحتياطي النقدي، أمر دفع بالمراقبين إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الذي كان يقصده بن همام ليس إلا الوديعة السعودية وليس غيرها. لم يعد يصل إلى البنك المركزي سوى ثلث الموارد النقدية وكلها من الضرائب والجمارك، ونحو تريليون و300 مليار ريال تاهت في الأسواق ولم تعد إلى البنوك، الأمر الذي تسبب في عجز فاضح في الإيفاء تجاه مرتبات موظفي الحكومة. تلك كانت هي الحقيقة الأكثر مرارة التي كشف عنها بن همام، وكشف معها عن الإنجاز الحقيقي للإنقلاب الذي تتجلى مظاهر تأثيره السيئة على الوجوه والشوارع وعلى ملامح المستقبل الذي يزداد سوداوية ودموية. إذن أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، أرحب وإياكم بضيفنا الذي سينضم إلينا أو الذي انضم إلينا الآن عبر السكايب، الأستاذ محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي معنا عبر السكايب من عدن. اهلا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ محمد، لربما تابعت مداخله او المقابله مع محمد بن همام محافظ البنك المركزي، ما هي ابرز النقاط التي اثارت اهتمامك؟ اولا عيد مبارك على جميع اليمنيين في مثل هذا الظرف الذي تعيشه البلاد. ولفت نظري كثيرا حديث بن همام في وقت متاخر من عمر اليمن وفي هذا الوضع الصعب من عمر الاقتصاد اليمني عفوا، يعني حذر من ثورة شعبية، ويعني بسبب إذا لم تستجب الحكومة لطلبه بعدم نقل البنك المركزي أو حتى ب يعني
طباعة العملة والإذن بطباعة العملة من خلال الشركة التي طبعتها في الخارج. يمكن أن يقال في هذا الموضوع أن الثورة التي حدثت فعليا هي عدم وجود سيولة في البنك المركزي، وسبب هذا هم الشعب والتجار ورؤوس الأموال الذين رفضوا أن يودعوا أموالهم في البنك المركزي، وكذلك عدد من البنوك التجارية. هذه أكبر ثورة وهي التي أوصلتنا إلى هنا. ما هو سبب عدم السيولة؟ هي عدم القياس المكاني والزماني أو قيادة الشخص نفسه يعني في تصريف سياسات البنك المركزي، أدت إلى عزوف الناس من تسديد أموالهم وعن توريد أموالهم وإيداعها في البنوك. أي ثورة يبشر بها محافظ البنك المركزي، وقد حدثت فعليا من خلال إحجام الناس. الناس الآن كأنهم يعني منعوا الثقة أو حجبوا الثقة عن البنك المركزي ومحافظه محمد بن همام الذي لم يشكش أحد في نزاهته، وعلى رأسه من الرئيس هادي وكذلك رئيس الوزراء، ولكن الشعب حجب عنه الثقة عندما أحجم عن إيداع أي ريال يمني أو بالدولار أو بالعملة العملات الأخرى إلى البنك المركزي. يعني هو ربما تخوف من قبل الناس بسبب يعني عدم وضوح الوضع الاقتصادي يقول بعض المراقبين، لكن يعني من ناحية موضوع نقل البنك، هناك من يتحدث على أن هذا الموضوع كان أكثر النقاط التي أثارت اهتمام في حديث بن همام، خاصة أن رئيس الوزراء بن دغرق كان قد تحدث عن فعلا نية الحكومة باتت واضحة في نقل البنك المركزي. ما الذي يقرأ من خطاب بن همام في هذه النقطة؟ هو عندما تريد أن تضغط في نقطة في موضوع معين تحاول أن تحشد له كل الأدلة وكل البراهين. نقل البنك المركزي ليس إلا واحدة من المصائب التي ستحدث في اليمن لو تمت هذه الخطوة فعلا وصمم عليها بن دغر في معركته الشهيرة والتي بدأها في مطلع يوليو الماضي من أجل تحرير البنك المركزي من يد الانقلابيين. ستكون واحدة من المصائب، لكن أم المصائب حدثت في تفريغ البنك المركزي من الاحتياط النقدي. أم المصائب حدثت في 25 مليار تذهب لوزارة الدفاع وهمية أنكر بن همام أنها تذهب للمجهود الحربي. نعم، لأنها لا تصرف تحت هذا الاسم مباشرة، لكنها تذهب للميليشيات مباشرة، لأن وزارة الدفاع مفرغة تماما إلا من ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح. إذن نقل البنك المركزي واحدة من المشاكل التي ربما يضع عليها كثير من الاقتصاديين والخبراء علامات استفهام من ناحية سياسية أو من ناحية اقتصادية أو من ناحية حفاظ على من ناحية الحفاظ على وحدة الوطن. لكن أين كان بن همام عندما كان تصرف المليارات شهريا ما يقرب من 100 مليون دولار تذهب لأيدي الحوثيين وتذهب للمجهود الحربي ويستنزف الاحتياط النقدي، وتصرف الأموال التي ستذهب للمحارب بسبب العملات الثالثة تذهب إلى جيوب المواطنين فيما يؤخذ مقابلها من البنك المركزي الانقلابيين. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ أحمد سعيد شماخ، رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات. مساء الخير سيد أحمد. مساء النور والعافية. أستاذ أحمد، لعلك تابعت خطاب بن همام. إذا كان البنك بالفعل محايد كما طرحه في إدارته الحالية، وكذلك يتعامل وفقا لكشوفات عام 2014 والميزانية التي تم إقرارها من قبل الحكومة أنذاك، إذا لماذا يتعامل مع سلطة الأمر الواقع المتمثلة في جماعة الحوثي بصرف الشيكات للجهات المستفيدة الموقعة من قبلهم؟ سيدي، طبعا الآن حاليا اليمن يمر بوضعية يعني صعبة للغاية، تتسم يعني طبعا بالحرب على أكثر من صعيد. يقابل أيضا اضطرابات سياسية واجتماعية، هناك اختلالات أمنية، تعطل أيضا النشاطات الاقتصادية كاملة، هناك طبعا توقف لموارد الدولة المالية كما يعلم الجميع منذ إبريل 2015 وتوقف التصدير. هناك اضطرابات أيضا أخرى في أسعار الصرف وانعدام السيولة النقدية في سوق الصرف اليمني.
طبعا هذا الوضع قد خلق يعني سوق سوداء يعني على إثر تلاشى الاقتصاد الرسمي وبروز الاقتصاد الخفي. فالسوق اليمني اليوم لا يمكن وصفها إلا أنها تعد سوق غير اقتصادية وغير اخلاقية، لا تخضع لقوانين العرض والطلب يعني هكذا. فلا شك أن المواجهات أيضا العسكرية قد ألقت بظلالها وخلقت تشوهات يعني مختلفة يعني في على كثير من أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، يعني سواء من حيث توقف الأنشطة الاقتصادية الزراعية الصناعية واتساع رقعة البطالة والفقر إلى انخفاض يعني إنتاج المنشآت الصناعية والخدمية بنسبة قد تصل إلى أكثر من 70% وإلى تسريح أكثر من 80% من العمال في المنشآت الصناعية وتقليص رواتب الموظفين. هناك عجز أيضا في يعني البنك المركزي عن الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المواطنين وفقدان يعني فقدان البنك المركزي لأهم يعني أدواته يعني سواء من حيث الموارد المالية يعني الاعتبار أن الإيرادات لا تغطي النفقات. هناك أيضا ارتفاع في حجم الدين العام الذي وصل اليوم إلى أكثر من 28 مليار ما يعادل 28 مليار دولار. طبعا يستأثر منه الدين الداخلي بحوالي 22 مليار دولار. هناك يعني ما نسبته حوالي 85% من الأنشطة الاقتصادية في البلاد يعني قد توقفت، يعني مثل قطاع الإنشاءات والبناء، قطاع الخدمات، المصانع، المزارع. أيضا تآكل الاحتياطي النقدي إلى أن وصل إلى حدود الدنيا، وبسبب سوف طبعا هذا يعني بالتأكيد أنه سوف يتأثر البنك المركزي وعلى ضوءه سوف يتأثر على معيشة المواطنين، خصوصا أولئك الناس الذين يقعون تحت خط الفقر في الأرياف والمناطق البعيدة. ويعني بالطبع أن البنك المركزي ظل خلال الفترة الأخيرة كان يدعم مادة القمح والأرز، وربما يكون هو عاجز خلال الفترة القادمة ويعني من هذا الدعم. بالنسبة هناك يعني جملة الآن جملة من الاضطرابات الاقتصادية وفوضى في أسعار السلع والخدمات وأسعار الصرف للعملات، نشير إلى العديد من المخاوف والتساؤلات حول جملة من القضايا المالية والاقتصادية والسياسية والمعيشية، حول التزامات ما تبقى يعني من هذا البنك تجاه يعني أو تجاه يعني من شبه الدولة يعني المتهالكة تجاه مواطنيها وموظفيها، سواء كانت من أجور ومرتبات واحتياجات عموم المواطنين اليمنيين خصوصا خلال هذه الأيام. يعني الآن طبعا يعني عيد يعني غدا، وغالبية الناس اللي مستلموا يعني المرتبات سواء في القطاع المدني والعسكري، نعم. البعض لم يستلم حتى الآن يعني بسبب استمرار الحرب وتوقف كما ذكرنا يعني هناك التصدير ويأتي على رأسها النفط والغاز. لا شك أن هذا الوضع قد أثر سلبا يعني حتى على سمعة اليمن وعلى أصولها الخارجية، وبالتالي التأثير على مواردنا وشروطنا الاقتصادية. طبعا دون شك أن استئناف تصدير النفط، يعني في حال تصدير النفط واتفق كل الأطراف السياسية اليمنية على تصدير النفط، سوف يعمل هذا على 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 إيقاف تدهور الاقتصاد اليمني ويعني والى طيب. يعني تراجع قيمة يعني تثبيت سعر العملة الوطنية، نعم سيد أحمد، تحسين معيشة المواطنين اليمنيين. طيب سيد أحمد، هو الآن بن همام يعني خاطب المجتمع الدولي وطلب منهم منح البنك المركزي مزيد من الثقة، قانونيا هل يجوز له ذلك؟ طبعا يعني وفقا لقوانين يعني لقانون انشاء البنك المركزي
يعني ليس من مصلحة كل الأطراف السياسية المصارعة الأطراف السياسية اليمنية التدخل في الشأن النقدي، ويعني وينبغي أن ترك البنك المركزي أن يعمل وفقا لقانون إنشائه بعيدا عن أي صراعات سياسية، لأن البنك المركزي حاليا هي السلطة، يعني الآن خلال الفترة الراهنة هو السلطة الوحيدة القائمة الآن في البلاد، يعرف هذا كل عموم المواطنين يعني وكل المتابعين، يتوقف على هذا يعني يتوقف عليه يعني كل اليمنيين، ويستفيد من البنك المركزي كل أيضا كل المتعاملين الاقتصاديين، الموظف في الشمال في الجنوب يستلم راتب من البنك المركزي، أيضا المتحاربين من البنك المركزي. طيب ففي اعتقادي انه البنك المركزي ينبغي على البنك المركزي ان يقف على مسافات متساويه من كل الاطراف اليمنيه. طيب سنعود الى هذه النقطه سيد احمد، لكن قبل ذلك ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا. ينضم الينا الان الاستاذ عبد الاله تقي الخبير الاقتصادي من صنعاء. سيد عبد الاله، تحدث بن همام عن كثير من الأرقام، وربما في بعض الأرقام خاصة عندما تحدث عن الاحتياطي أو ما بقي من الاحتياطي لم يعني يعطي رقما. من ناحية عامة في خطاب بن همام، ما مدى دقة الأرقام التي أعطاها؟ أنا أعتقد أن السيد بن همام يتحمل مسؤولية كبيرة في الأرقام التي يتعاطى معها والتي يتناولها مع الصحافة ومع المؤسسات الرسمية. أنا أثق كثيرا بالأرقام التي أوردها ابن همام، لكني في نفس الوقت أحمله مسؤولية عدم شفافية في إصدار تقارير أو بيانات صحفية تجيب عن الأسئلة والاتهامات التي كانت توجه له طوال الفترة الماضية. المشكلة أن قضية حيادية البنك وتمويله للحرب تم إثارتها مؤخرا جدا بعد نفاد السيولة وتجنيد أرصدة البنك الخارجية تقريبا، لكن من المعلوم أنه لا تزال هنالك مع البنك بعض الأموال في أرصدة الخارجية، وهي باعتقادنا تتجاوز المليار دولار التي هي عبارة عن وديعة سعودية، بالإضافة إلى ما تم بيعه من إنتاج النفط خلال الشهر الماضي، وهي تقريبا ربع الانتاج النفطي اليمني السنوي، بالإضافة إلى أنه يتم استئناف الآن تصدير النفط، لكن إيراداته تورد لحساب البنك المركزي في بنك الاحتياطي الأمريكي في ظل مطالبة رسمية للحكومة اليمنية بعدم اعتماد توقيعات مسؤولية البنك المركزي، وبالتالي يكون البنك المركزي ومحافظه في بلد الشعب اليمني أيضا كاملا في ورطة، لديه لا تزال أموال يمكن التصرف بها، لكنه أيضا مجمد وغير أو عاجز عن التصرف بها. شكرا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد عبد الإله. أعود إلى الأستاذ أحمد شماخ. أستاذ أحمد، يعني فيما يتعلق بطلب بن همام دفع أو إعطاء المجتمع الدولي خصوصا البنك الدولي دفع مبلغ 750 مليون دولار، وهي مخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، بالتالي هي مخصصة للفقراء، الآن يريد استخدامها كسيولة، يعني هل يجوز أيضا أن تصرف هذه الأموال في غير المكان المخصص له في حال وافق عليها البنك؟ البنك المركزي هو المسؤول الأول عن أي تصرف مالي وفقا يعني للقوانين الصادرة، وأيضا يعني أيضا وفقا لأن البنك المركزي هو المسؤول الأول لأنه يقوم نيابة عن الحكومة بالتصرف في أشياء كثيرة خصوصا في الجانب المالي. المشكلة ليس في الشؤون المساعدات الاجتماعية فقط، هناك أيضا هناك قطاعات يعني عاملة يعني حكومية لم يعني ليس لها أيضا يعني مرتبات أو موازنة تشغيلية، هناك قطاعات مهمة إلى جانب ذلك. البنك المركزي يفترض أنه يقوم بتفعيل أدواته
يعني النقدية. هناك يعني على سبيل المثال هناك كيف يمكن ذلك؟ نعم الكتلة النقدية اسمح لي هناك تسرب الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي القطاع المصرفي لما نسبته 90% من الأموال المصدرة هي خارج القطاع المصرفي. البنك المركزي يفترض أنه يقوم باكتذاب هذه السيولة، يفترض أنه يعيد ثقة إلى كل المتعاملين إلى كل المودعين يعني حتى أنهم يدعوا أموالهم في لدى القطاع المصرفي أو لدى البنك المركزي في أذون الخزانة. المشكلة هي في الأساس أنه ما فيش أيضا موارد مالية للبلاد. تتمثل هذه الموارد كما ذكرت في تصدير النفط والغاز الذي يمثل أكثر من 85% من حجم الموازنة العامة للدولة. نعم. هذه يعني أهم المشاكل. يفترض أنه أيضا يكون في تعاون من كل الأطراف السياسية اليمنية لتسهيل عمل البنك المركزي. إذن أشكرك أستاذ أحمد بن شماخ أو أحمد شماخ، كنت معنا عبر الهاتف وأنت رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات، كنت معنا من الحديدة. ونعود للسيد محمد الجماعي عبر السكايب. السيد محمد، هناك الآن الكثير من النقاط في حديث بن همام والكثير من الأرقام، كذلك حديث عن حيادية البنك المركزي في إطار سياساته النقدية. هو في نهاية المطاف هذا البنك يتبع الدولة اليمنية، يتبع في تعاملاته يتعامل مع الحكومة الشرعية، هل يمكن له أن يتعامل بنفس الكيفية مع حكومة الميليشيات أو مع سلطة الميليشيات؟ في الحقيقة التركيز على موضوع الحياد من عدمه هو يعني ليس المحور الوحيد في القضية. هناك تساؤلات كثيرة جدا حول أداء البنك المركزي في مرحلة ما إلى ما قبل الهجمة الاقتصادية التي يعني كانت برعاية رئيس الوزراء السابق. كان الأمور تمشي يعني على ما يرام، كان حتى الانقلابيين يوصلون المستحقات حتى الموظفين ومرتباتهم وموازنة بعض الجهات في السلطة المحلية في المحافظة المحررة يصنع الطائرات إلى مطار عدن. لكن وصل الأمر إلى ما هو إلى هو عليه الآن. تخيل الآن بن همام ولا أدري لماذا اليوم تطلقون عليه بن همام، كان همام إلى ما قبل يعني إرادته في إصلاح العملة وأصبح اليوم ابن همام. ويعني نحن وزراء بن داغ في مقابلته الرائعة مع قناة الجزيرة قال نحن لا نستفيد من زراعته، لكن تخيل أنه الآن يستجدي رجال الأعمال، يستجدي المواطن اليمني العادي لكي يأتي ليودع أمواله في البنك المركزي. يعني لماذا نصل إلى هذا الحد؟ العلماء والحكومة والرئيس هادي وضعوا البنك المركزي بأمان يعني تحت أمانة هذا الرجل وتحت أمانة إدارة البنك المركزي التي كانت بأمانة هادية ولا تخضع لسياسات الميليشيات ولتدخلاتهم التي حذرنا منها وحذر منها كثير من الاقتصاديين والسياسيين وكل من له أدنى صلة بالاقتصاد من أن البنك يذهب بسياسات عديدة. دعني مثلا أطرح بين يديك الآن لماذا تفضل إذا كان الاحتياط النقدي قد وصل إلى هذا الحد من الأفقرية باستثناء الوديعة السعودية، أين هل لا تزال توجد الودائع الإلزامية للبنوك على أرباح البنوك المحلية بالدولار وبالريال لدى البنك المركزي؟ هل ما تزال موجودة أم لا؟ التساؤل الثاني الدين الداخلي الذي هو كرة الثلج، وأذكر أن كثير من الزملاء الصحفيين الاقتصاديين كتبوا عنها قبل فترة كبيرة قبل سنتين أو ثلاث سنوات عن مسألة الدين الداخلي أنه كرة الثلج التي يأثر على وضع البنك المركزي ووضع الاقتصاد اليمني من أي خطر آخر. طيب دعني في هذه النقطة أستاذ محمد، دعني في هذه النقطة أنقل بالتساؤل إلى السيد عبد الإله التقي الخبير الاقتصادي. أستاذ عبد الإله، الدين المحلي يتفاقم وبن همام يطالب الناس باستثمار الأموال لديه وإخراجها من عندهم إلى إيداعها في البنك المركزي،
كيف يمكن فهم هذا الأمر خصوصا أن هناك دين يتفاقم وليس من مجال أو أفق كما هو يعني واضح لأن تتحسن الأوضاع الاقتصادية؟ طبعا نحن في وضع معقد كثيرا كثيرا جدا بسبب ضعف الثقة العامة لدى الناس في النظام المصرفي بشكل عام والبنك المركزي بشكل خاص بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة. هذا الوضع صعب جدا، لكن محافظ البنك كان عقد جلسة مع التجار أو الغرفة التجارية قبل شهر ونصف، ويعني حصل على بعض وعود بإعادة ضخ أموالهم وسيولتهم إلى البنك المركزي وعبر البنوك التجارية الأخرى، لكني أشك كثيرا في مصداقية هؤلاء الناس في الاستجابة لهذه الدعوة، وإن كانت دعوة اقتصادية فعالة في إعادة السيولة إلى الدائرة الاقتصادية أو الدائرة النقدية والمصرفية. لكن إن كان يريد فعلا الحديث عن أذون الخزانة، فأذون الخزانة في هذا الوقت يحتاج من البنك المركزي إلى أن يرفع نسبة الفائدة فيه إلى ما يصل إلى 25% بدلا عن 15%، بسبب المخاطر العالية التي يتحملها السوق المصرفي في والمالي في هذه الأيام. لكني أيضا أشك أيضا في استجابة الناس لهذه الدعوة، إلا أنه لن يمكن أن يقبل الناس بإيداع أموال في البنك المركزي في أذون الخزانة إلا إذا زادت نسبة الفائدة. طيب بشكل عام، هل كانت الإجراءات التي تحدث عنها صالحة لأن تعالج مسألة ليس فقط آنية أو حاضرة بل تعالج مسألة مستقبلية؟ شوف، تصريحات البنك محافظ البنك المركزي خلال اللقاء الصحفي هي وطريقة الدعم المالي التي ناشد بها يؤكد أن الوضع الاقتصادي اليمني قد انهار فعليا. هذا انهار فعليا ويدخل الآن مرحلة الطوارئ الإنسانية بعد انتهاء الدورة الإنسانية الاقتصادية بخروج السيولة من الإطار المصرفي وتوقف النشاط والإنتاج الاقتصادي بشكل شبه تام. لذلك المعالجات التي صرح بها المحافظ هي معالجات طارئة ستنتهي إذا تم إعادة طبع المبلغ الذي تم تحديده ب400 مليار ريال، سيتم انتهاؤه بنفس الطريقة التي انتهت بها السيولة السابقة التي كانت كبيرة جدا، وذلك في خلال أشهر لا تزيد عن 5 إلى 6 أشهر. وبالتالي فهذه المعالجات معالجات طارئة إسعافية ليست مستدامة. الاستدامة تأتي في إعادة السيولة إلى الدائرة الاقتصادية والمصرفية وإعادة إنعاش النشاط والإنتاج الاقتصادي بشكل عام في البلد. لكن بشكل مستدام لن يكون هنالك فعليا أي استدامة اقتصادية إلا بحدوث تسوية سياسية على المستوى الوطني. طيب في حال يعني عندما يتحدث بن همام عن موضوع شراء شحنات الوقود القمح والأرز عفوا، هذا الأمر أيضا في حال أنه أو عجز البنك المركزي في حين أو في وقت من الأوقات عن دفع هذه أو شراء هذه الشحنات، هل سيصل الأمر إلى عجز غذائي أيضا؟ طبعا تحسين الفكرة، هو البنك المركزي يقوم بدعم التجار عبر البيع لهم بالدولار بسعر الصرف اللي هو تقريبا الآن 280 ريال للدولار الواحد، وبالتالي يقوم البنك في خطوات أو مراحل متوالية إزالة بعض المنتجات والسلع الأساسية الضرورية من قائمة السلع المدعومة من البنك المركزي، وبالتالي تم فقدان مادة السكر قبل 4 أشهر، والآن بالاحتمال أنه يتم إلغاء الدعم عن مادة الأرز في وقت ما، وأن واحد من الحلول أيضا أن يتم رفع أسعار المحروقات، مواد المحروقات، فهذه فرفع الدعم عن هذه المواد بشكل عام
أشياء واردة جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون. وبالتالي للأسف البنك المركزي في هذه الأيام والنظام المصرفي ككل تعتبر كآخر قرعة يتكئ عليها فقراء اليمن. ولذلك أنا لدي مبادرة صغيرة أعتقد أنه يمكن أن يكون فيها الحل بدلا من نقل البنك المركزي والكلام الذي نسمعه كثيرا، وذلك عبر إحلال. نعم، وذلك عبر الإحلال خبراء يعينهم المبعوث المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد أحمد الشيخ ولد أحمد، تعيين خبراء يتبعون الأمم المتحدة يعني من أجل الرقابة على تصرفات وقرارات البنك المركزي، وذلك عوضا عن مجلس إدارة البنك المركزي، وبالتالي يكون هذا الأمر منصفا لكلا الطرفين ومرضيا لهما. طيب، أشكرك الأستاذ عبد الإله تقي الخبير الاقتصادي، و يعني إن شاء الله سيتم النقاش أكثر حول هذه النقطة التي ذكرتها الآن أو هذه المبادرة التي ذكرتها الآن. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الدكتور سليمان الناصر الأستاذ الجامعي المهتم بالشؤون الاقتصادية من ماليزيا. مساء الخير دكتور سليمان. أهلا بك أستاذ سليمان. ما هي أبرز النقاط التي يعني شكلت علامات هامة في حديث بن همام لرويترز، وكذلك ما الذي ترى من سياسات مالية قادمة خصوصا مع توجهات الحكومة والآراء يعني المتقلبة أو المختلفة إن صح التعبير حول مدى جدية أو فعالية نقل البنك المركزي؟ بالنسبة لرأيي الشخصي ومتابعتي البسيطة لما ورد في مقابلة الأخ محمد الهمام، لا يمكن قراءة المقابلة بعيدا عن ربطها بمقابلة رئيس الحكومة الشرعية الأخ بن دغر، حتى نتمكن من تكوين صورة واضحة وحقيقية عن الوضع الكارثي الذي يقبل عليه الوضع الاقتصادي في اليمن. الوضع الاقتصادي في اليمن من كلام مجملا من كلام المسؤولين اليمنيين سواء في البنك المركزي أو في الحكومة الشرعية هو وضع بالغ الخطورة، لن يستطيعوا تمويل كثير من الاستحقاقات المطلوبة لدى البنك المركزي. قراءتنا أيضا لمقابلة الأخ محمد بن همام أنها لم تكن كاملة، ولكن تم اجتزاء كثير من المقاطع فيها. لو تم التدقيق هناك مقاطع حذفت من المقابله بشكل واضح، يعني لم تجب عن كافه الاسئله التي يجب ان تطرح. ايوه، الاشكاليه الحقيقيه هي اشكاليه سياسيه اكثر من انها اقتصاديه. الجانب السياسي هو المعيق الحقيقي لحياديه البنك المركزي. تكلم عن هدنة اقتصادية الأخ رئيس الحكومة الشرعية، ولا أدري من هو الذي قبل وصار هذه الهدنة الاقتصادية وهو الآن يتكلم عن عدم حيادية البنك المركزي. كيف تمت الموافقة على الهدنة الاقتصادية في البداية ثم الآن يتكلم الأخ رئيس البنك المركزي عن وجود حيادية كاملة للبنك وهو يقبع تحت سلطة ليست منتخبة شعبية. بالتالي المشكلة الحقيقية تكمن في المبالغ التي تبوّق تحت وزارة الدفاع، تحت مصروفات وزارة الدفاع. هذه المبالغ ليس هناك توضيح حقيقي إلى أين تدفع. بالتالي نحن أمام عدم حيادية في الإصلاح المالي لوضع البنك المركزي في العاصمة صنعاء. ما أراه مستقبلا أن هناك رفض من المجتمع الدولي لإرسال أموال إلى العاصمة سواء تحت مسمى مساعدات اجتماعية أو تحت أي مسميات أخرى، أن هذا الوضع سيستمر، وبالتالي سيشكل ذلك مخاطرة وعائق كبير في المستقبل يحول دون دفع العديد من الاستحقاقات من البنك المركزي. طيب. ما نختلفه
هو إذا كانوا مصرين على حيادية البنك المركزي كما يقول الأخ محمد بن همام، إذا كنت محايد فلماذا تخشى الذهاب بإدارتك إلى منطقة محايدة؟ لماذا لا يتم الخروج إلى منطقة محايدة يجد منها البنك المركزي وتشرف جهة محايدة أيضا من المجتمع الدولي، لنقل مثلا من دولة عمان أو من دولة روسيا؟ هذا ربما ما اقترحه بن دغر في مقابلته الأخيرة، أليس كذلك؟ الأخ الذي اقترحه هو عن طريق الأمم المتحدة. لا أقصد رئيس الوزراء بن دغر، قال ليس هناك مشكلة في أن يدار البنك المركزي في منطقة محايدة لا تخضع لسلطة الانقلابيين. نعم في نهاية المطاف. نعم هذا صحيح. نعم هذا صحيح، ما اقترحه الأخ بن دغر ربما إذا لم يتم الأخذ به بأسرع وقت ممكن ربما يكون هناك تداعيات خطيرة. ما المانع أن تشرف لجنة من سلطنة عمان أو من الحكومة الروسية على إدارة البنك المركزي إلى حين استقرار الوضع المالي والاقتصادي مع وجود الأخ بن همام؟ هذا ما أراه مناسبا. أما توريد الأموال، هناك مبيعات للنفط لم تورد إلى البنك المركزي ولكنها وردت تحت نظر التحالف، وأعتقد أنها في أحد البنوك في أحد الدول الخليجية، هذا ما سمعناه. ولا يزال إلى الآن هناك عدم حيادية وعدم اهتمام وعدم تقدير للخطورة الاقتصادية التي ستزداد أكثر وأكثر في المستقبل. المجتمع الدولي لن يستجيب إذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى يقدم الأطراف المعنيين تنازلات تكون مقنعة للمجتمع الدولي. طيب دكتور سليمان، الآن الحديث عن المواضيع المالية والاقتصادية ربما هو معقد بشكل كبير وعقدته الحرب الآن بشكل أكبر. ربما ما يفهمه المواطن هو كيف يمكنه الوصول لرغيف خبزه، وكذلك كيف يمكنه العيش وسط هذه الظروف الصعبة أساسا. بالنسبة للمواطنين، ما الذي تحمله الأيام المقبلة؟ لا نستطيع استشراف المستقبل الاقتصادي دون النظر في الاعتبار او دون الاخذ في الاعتبار الامال التي نعقدها على وجود حل سياسي مستقبلي. لا ندري كيفيه هذا الحل، ولكن نتمنى ان يتم التعجيل فيه لان ذلك سيساهم في حل الكثير من المشاكل. بالنسبة لصفة الأمر الواقع الموجودة في صنعاء، عليها أن تعي تماما أن الوضع الاقتصادي يختلف تماما عن الوضع السياسي، وأنه يلامس حياة المواطنين، وعدم إدراك ذلك سيكون له تبعات كبيرة على المواطن اليمني. المستقبل لا أستطيع ولا أملك معرفته لأنه محدد بالوضع السياسي ومرتبط به ارتباطا كليا. الدكتور سليمان الناصر الأكاديمي المهتم بالشؤون الاقتصادية والمالية، كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا، شكرا جزيلا لك، وشكر لكل وجميع الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم، وشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان مقدم الحلقة، وكذلك تحيات الزملاء في الإعداد والطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، كل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.